بعد هجوم تراغن نتساءل في النبأ اليوم، الجنوب الليبي لمن؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من النبأ اليوم. أسفر هجوم نفذته العصابات التشادية على اللواء العاشر بمدينة تراغن عن مقتل ضابط من اللواء وإصابة 13 آخرين. العصابات التشادية سيطرت بحسب مكتب الإعلام للواء العاشر على 22 آلية عسكرية قبل توجهها خارج محيط تراغن. في الأثناء هدد أعضاء من حراك غضب فزان بتصعيد الموقف حال تأخر الرئاسي في تلبية مطالبهم التي تقدموا بها قبل أسبوع. الجنوب يئن، شتى الأوضاع هناك في ترد أمنيا واقتصاديا وسياسيا، فلا أمن هناك، لا وقود ولا سيولة ولا غذاء ولا حكومات التفتت لمن يعانون مرارة العيش في تلك المنطقة المنكوبة. وإن سألنا الجنوب لمن، فالأحداث الأخيرة في المنطقة كانت الإجابة عن السؤال. العصابات التشادية والسودانية وتنظيم الدولة الإرهابية يعيثون في الأرض فسادا. تجددت تحركات إحدى تلك العصابات وهاجمت مقر اللواء العاشر بمنطقة تراغن، ما أسفر عن مقتل ضابط من اللواء وجرح 12 شخصا آخرين بحسب مدير مستشفى تراغن المكلف العالم إنجاجي للنبأ. العصابات التشادية وبعد استيلائها على أكثر من 22 آلية مسلحة واختطافها لمجموعة أخرى انسحبت خارج حدود المدينة باتجاه سبها بعد مطاردتها، والهدوء يسود المنطقة وفق المصدر ذاته. إلى منطقة برك الشاطئ، ما يزال مصير سائقي شاحنات نقل الوقود مجهولة بعد أن توجهوا إلى المحطات المخصصة لتفريغ الشحنات. تعترضهم مجموعة مسلحة وتقتادهم إلى مكان غير معلوم ولا معلومات حتى الآن، وسط مناشدات بإطلاق سراحهم وتحمل مسؤولية سلامتهم وفقا لبيان شركة البراغة لتسويق النفط. اقتصاديا، التعقيد ما يزال سيد الموقف لدى حراك غضب فزان بتهديدهم بتصعيد الموقف حال التأخر وعدم تلبية مطالبهم المقدمة للرئاسي المقترح في ظرف أسبوع واحد، مشكلين لجنة لمتابعة وعود رئاسي وآلية تنفيذها مع استمرار اعتصامهم في محيط حقل الشرارة إلى حين الاستجابة. انقضت أيام من مهلة غضب فزان للرئاسي وتكاد تنفذ بقيتها، وما يزال الشرارة رهن المطالب والوعود. يتشبث القائمون على الحراك ومن ورائهم بورقة الحقل والتلويح بإبقائه مقفلة مقابل وفاء المسؤولين بحقوق المنطقة، وسط قلق واستنكار من داخل القطاع وآخر دولي لاقتحام منشأة النفط وتدخل المسلحين. أزمة تلو الأخرى تطال الأهالي هناك دون تدخل أي من الحكومات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فلم يعد الجنوب لأهله في حال استمر الصمت وسبات الحكومات المتصارعة على السلطة وبقاء الحال كما هو عليه. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، ورحب بضيوفي لهذه الليله. ينضم الينا مدير مكتب اعلام اللواء العاشر خالد الشطاوي عبر الهاتف، كما ينضم الينا صالح معيوف من اداره الشؤون الطبيه بمستشفى تراغن، وكذلك عميد بلديه تراغن عبد السلام شنجلا. كما ارحب بضيفي عضو المجلس الاعلى للدوله عبد القادر حويلي والصحفي موسى تيهوساي. ابدا مع السيد صالح معيوف. بدايه سيد صالح، اهلا بك. نعم أهلا بك سيد صالح. بداية نتحدث معك عن آخر إحصائية للجرحى وللقتلى وحال الجرحى، أيضا الأوضاع، تجهيزات المستشفى مستشفى تراغن.
بالتأكيد مرحبتين بك في هذه المسائية الطيبة. طبعا أول شيء رحب بقناة النبأ بتغطية هذا الحدث وهذا الهجوم الغاشم على اللواء العاشر الذي حدث عنه إثر ذلك عدد من الجرحى وواحد من الشهداء. طبعا في إحصائية النهائية لعدد الجرحى في 13 جريح وواحد باعتبار من الضباط اللي هو شهيد. طبعا معظم الحالات الجرحى موجوده داخل مستشفى رجل العام في حاله طيبه عدا حاله واحده موجوده باعتبار في حاله حرجه. طبعا الحاله حرجه نتيجه النقص الحاد في الانسجامات وكل ما يتعلق بالجوانب الطبيه من حيث الامدادات الطبيه. طبعا مستشفى رجل العام يقع في منطقه النايه في مناطق الجنوب الليبي يغطي معظم مناطق الجنوب من غات لبري للشاقي لجبهه لقطرون. طبعا بالتاكيد هذا يعطي عبء كبير وحمل كبير على مستشفى رجل العام. مستشفى رجل العام يعاني من عديد المشاكل وعديد الامكانيات وعديد المطالب في تقاريرنا واحصائياتنا وكل المناشدات اللي تمت في خلال الفترة السابقة ومن خلال الأحداث اللي حصلت في منطقة الجنوب. أحداث المراحل، أحداث النسبة، أحداث البترول، كل ما يتعلق بهذه الجوانب رغم المناشدات رغم كل ما تم من تنبيهها لكل المؤسسات وكل القيادات وكل الوزارات وزارة الصحة إلا أن الى حد الان لم تصل لمستشفى سراجن العام اي امدادات طبيه من اي قطاع من القطاعات اللي تدفع الدوله، وهذا طبعا يترك حمل كبير على مستشفى سراجن العام نظرا لغياب السيوله، غياب الوقود، غياب كل ما ينتج عن ذلك من هذه الاشياء. نعم سيد صالح، يعني تقول ان لا تواصل معكم من وزارة الصحة أو أي جهة مسؤولة، هل تواصلتوا مع وزارة الصحة مع جهاز الإمداد الطبي في طرابلس؟ أيضا هل من موعود لمساعدة المستشفى في هذا الظرف؟ هناك تواصل وهناك وعود، ولكن التأخير في برنامج الإمدادات هذا يترك عبء ويترك مشاكل كبيرة عديدة على المستشفى. تعرف باعتبار أن مستشفى درجة العام زي ما قلت لك أنه يقع في منطقة نائية، وباعتبار أن حتى الصيدليات الجوية اليوم والله اليوم في اثناء اجراء العمليات حاولنا حتى في بعض الصيدليات التجاريه اللي نحاول باي شكل من الاشكال اساسا لما نتحصل على بعض الادويه والالتزامات لم نجد ما في ذلك باي شكل من الاشكال، وهذا طبعا نتيجه لبعد المسافه على الاجراءات على المصدر. يعني هذا يترك حمل كبير وعبء كبير على المنطقة. طيب لتوضيح الصورة أكثر السيد صالح، نعم يعني إن كان هنالك مستشفيات قريبة من تراغن، أي مستشفيات أقرب، كم تبعد، كم كيلومتر تبعد عنها، هل تتمكنون من معالجة كل الجرحى داخل المستشفى أم تحتاجون لإرسال بعضهم إلى مستشفيات أكبر؟ بالتأكيد نحتاج في حالة تم توفير الالتزامات والادويه لا نحتاج لحاله اي حاله من الحالات، باعتبار ان مستشفى درجه العام يوجد فيه طاقم طبي كامل بكل التخصصات، بتخصصات الجراحه، بتخصصات الباطنه، القلب، العظام، كلهم الحمد لله يعني، لكن المشكله في مشكلتنا كلها في برنامج الامدادات الطبيه، الامدادات الطبيه هذه عائق كبير حول الاستماع. طبعا هناك مستشفيات قريبه من مدينه تراغن، مستشفى مرتك العام، والكل يعلم بان مستشفى مرتك العام ما زال خارج العمل، كذلك مستشفى الطبي، الكل يعلم ما يحصل في جبهه، مستشفى جبهه الطبي والاخير. هناك مستشفى اوباري، الكل يعلم منطقه اوباري، منطقه اوباري تكاد منطقه منكوبه الى حد الان، كل المستشفيات وكل القطاعات الصحيه تعتبر معدومه، مستشفى غات كذلك حتى هو يعاني من كل المشاكل، لا اعتقد ان في مستشفى غات حتى يوجد فيه طبيب واحد، معظم الحالات اللي توجد في غات كل الحالات معظم الحالات
تعالج وتحاول المشترك العام، وبالتالي هذا حمل كبير على المشترك العام، فيترك علينا يعني أعباء كبير. طيب شكرا جزيلا لك سيد صالح معيوف، كنت معي عبر الهاتف، أنت من إدارة الشؤون الطبية. انضم إلي الآن عضو المجلس الأعلى للدولة السيد عبد القادر أحولي. سيد عبد القادر أهلا بك، وبرأيك يعني الوضع الذي يسير إليه الجنوب، من يتحمل مسؤوليتها؟ هل المناطق الجنوبية يتهمون المسؤولون الذين أو المسؤولين الذين يمثلونهم بالتقصير في حق الجنوب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة مشاهدي قناة النبأ. طبعا نترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا في الأحداث الإرهابية اللي كانت في جميع أنحاء ليبيا وفي الجنوب خاصة. طبعا من يتحمل المسؤولية؟ المسؤولية تتحملها الجهات التي تدعي أنها رسمية وشرعية، على سبيل المثال حكومة الوفاق الوطني، الحكومة المؤقتة، ما تم الهجوم عليه اللواء العاشر، هذا يتبع القيادة العامة في المنطقة الشرقية. فالانقسام السياسي الكبير هو أسباب المصائب الكبرى. مجلس النواب يتحمل العبء الأكبر في عدم دخوله في الاتفاق السياسي بصفة كاملة، بحيث يستطيع مجلس الدولة ومجلس النواب معا أن يتفقا ويضغط على الحكومتين. الحكومة المؤقتة يجب أن تتلاشى وتلغى وتبدأ حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الرسمية، ويتم الضغط عليها ويتم فعلا تحقيق مطالب كل أهلنا في ليبيا والجنوب خاصة. يعني يتحمل المسؤولين سواء في حكومة الوفاق سواء في المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب المعضلة الكبرى هو الذي عطل الاتفاق السياسي أن يمر وأن يعمل بطريقة سلسة بحيث نستطيع أن نوفر الخدمات للشعب الليبي. نعم. طيب أنقل هذا الكلام للسيد موسى تيهوساهي الصحفي معي عبر الهاتف. سيد موسى أهلا بك، وكما استمعت للسيد عبد القادر أحولي، هنالك اتهامات متبادلة في الجنوب، هنالك تضارب للأنباء ورمي للتهم، من يتحمل المسؤولية؟ وأيضا هل بإمكان الأهالي أن يقدموا حل لأنفسهم؟ يعني حتى الآن لا توجد ردود عن مطالباتهم. نعم، تحية طيبة لك ولسائر المشاهدين. بالحقيقة هذا الكلام الذي نسمعه هو بشكل متكرر طيلة الفترات الماضية، لم نسمع ما هو مجرد كلام بعد وقوع الفأس في الرأس كما يقولون. الأحداث التي تسير في الجنوب هي أحداث ليست بديهية في اللحظة، هي أحداث يعني حدثت أكثر من مرة في المنطقة وفي أكثر من منطقة في المنطقة الجنوبية، وهي في طبيعة الحال أحداث لها العديد من الخلفيات، من بينها هذه المجموعات التي تأتي من خارج الحدود الليبية وتقوم ببعض بهذه العمليات الإجرامية، بالإضافة إلى أيضا تنظيمات متشددة. نتحدث عن داعش، نتحدث عن كل من يريد أن يفعل شيء في المنطقة الجنوبية، فهو المنطقة أمامه مفتوحة ولا يوجد أي شيء يمكنه أن يعقل عملياته. فالحدث الذي حصل اليوم في منطقة تراغم هو حدث بشكل مفاجئ على معسكر فيه قوة يفترض أنها تكون يعني قوة يعني تحمي المدينة وليس فقط المعسكر، لكن للأسف هذه القوة ليس من لا أعرف لماذا أتت إلى تلك المنطقة ليتم استهدافها بهذا الشكل. للأسف الشديد حدث لها هجوم مفاجئ وتم أخذ جميع العتاد الأسلحة من كتيبة وبعدها الفرار إلى خارج الحدود الليبية. هذه الاحداث للاسف الشديد يتحمل مسؤوليتها في الدرجه الاولى المجلس الرئاسي وحكومه السراج، وكذلك كل الشام الموجوده في ليبيا الان. نحن ليس لدينا كمواطن، اتحدث كمواطن عادي في المنطقه الجنوبيه او في اي منطقه من ليبيا، اتحدث واضع اللوم على كل من يضع نفسه في موقع المسؤوليه.
ويتحدث بانه يحمل صفه مسؤول في الدوله ان يضع ان يتحدوا وان يضعوا المواطن بعيد عن الكذبات السياسيه ومصلحه الوطن. الان الهجوم الذي حاصل اليوم هو هجوم غادر من قوه خارج الدوله الليبيه اتت ونفذت هجوم داخل الاراضي الليبيه دون ان يحدث لها اي شيء، وبقت ساعات طويله حتى خرجت بشكل كما تريد من المنطقه دون حتى اي حس بان هناك شيئا ياتيها. للاسف الشيء هذه الاحداث قد تتكرر ولن يتغير الموضوع طالما ان المسؤولين الليبيين والسياسيين الليبيين يضعون في اولوياتهم بعض الاشياء والخلافات التي تحدث بينهم، ويضيع الوطن بهذا الشكل المؤسف جدا الذي نراه يتكرر في المنطقه. طيب انقل هذا الكلام للسيد عبد القادر حويلي. السيد عبد القادر، يعني كما قال الصحفي موسى تيهوساي، هذا الكلام مكرر والادانات والاستنكارات تخرج بعد الهجوم، لكن الجنوب يعني منسي اليوم، يعني انت كمسؤول عن ممثل عن الجنوب، ما الذي يمكن ان تقدموه؟ الوضع الحالي لا نستطيع ان نقدم شيء بحكم ان المجلس الاعلى للدوله لا يستطيع أن يعمل بمفرده. هناك مجهودات فردية يقوم بها الأعضاء ونقوم بها للحكومة الوفاق الوطني بأن تتحرك بسرعة وتعين آمر عسكري للمنطقة الجنوبية. للأسف حتى هذه اللحظة لا يوجد وجود لحكومة الوفاق الوطني في الجنوب الليبي. يعني على الأقل قائد المنطقة الجنوبية، هذا نضغط به على الحكومة أنها بأسرع وقت ممكن أن تعين قائد للمنطقة الجنوبية. نسعى بأن يزيد الإمدادات وتأمين الوقود والخدمات والإمدادات الصحية، بهذه الأشياء نستطيع أن نتقدم بها، ولكن ما هي الطرق؟ هل هناك طرق آمنة لإيصال هذه الإمدادات؟ يعني هذه المشكلة العويصة التي نعاني منها. يعني حكومة الوفاق الوطني تأخرت كثيرا كثيرا جدا في عمل تأمين الطرق، في تأمين الإمدادات، في تأمين السيولة للوصول للجنوب، فهذا هو الذي نسعى إليه. ولكن هناك مشاكل كما رأينا أن تم الاعتداء على القافلة في منطقة الشاطئ، وهذا يتحمله أيضا جزء من الأهالي، يجب أن يساعد الأهالي. الحكومة حاليا ضعيفة فعلا، ولكن بإمكانها أن تقدم شيء، ولكن يجب على الأهالي أن يساعد الحكومة بعض الشيء أن في عملية تأمين هذه الإمدادات وتأمين الطرق، بحيث أن يكون هناك موقف اجتماعي من أهل الجنوب بعملية عدم رفع الغطاء الاجتماعي عن الذين يعتدون على مقدرات الشعب الليبي، عن الذين يعتدون على المؤسسات، وهذا هو الدور الذي نسعى إليه في الوقت الحاضر. إذا لم يتم دخول المجلس النواب في الاتفاق السياسي بصورة قوية، لم نستطيع أن نقدم أكثر مما هو عليه الآن. فمجلس النواب أن ينخرط، أو أن على بعد الأمم المتحدة حتى نحملها المسؤولية. يعني بعد الأمم المتحدة لماذا جاءت بعد الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى حل وإلى وفاق؟ فحتى هي مقصرة في هذا الجانب. أنا أقترح أن في المرحلة القادمة وقت أن ننطلق إلى الملتقى الليبي الوطني بحيث أننا نتخلص من هذه الأجسام البالية التي لم تعد. ما الذي يمكن أن تقدمه البعثة سيد عبد القادر؟ يعني الأجسام السياسية الليبية لم تقدم شيء، تعيش الانقسام، لا يتفقون على شيء، ما الذي يمكن أن تقدمه البعثة؟ البعثة تستطيع تضغط بحيث انها تقول للشعب الليبي من هو المعرقل. حقيقه حتى هذه اللحظه لم نسمع من البعثه انصافا، من الذي يعرقل الاتفاق السياسي؟ من الذي لا يريد للليبيين ان يصل الى حل؟ ما هي الدول التي تتدخل في الشان الليبي بصوره بحيث تمنع ان الليبيين يصلون الى اتفاق، سواء مشاكل شخصية أو مشاكل جهوية أو مشاكل قبلية؟ البعثة لديها المعلومات الكاملة. نحن إذا قلنا من هو المعرقل فسوف لن يصدقنا ولن يقتنع بنا أحد. وبما أننا نحن جميعا متهمين سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي، فهل البعثة أن تسرع في إجراء الملتقى الليبي الوطني الذي تعد له منذ فترة أن يكون داخل ليبيا، وأن ينهي هذه الأجسام بحيث أن توحد مؤسسات وتنطلق ليبيا من جديد ان شاء الله. نعم. طيب اعود للسيد موسى تيهوساي الصحفي. سيد موسى، كما استمعت للسيد عبد القادر حويلي، ايضا الاهالي
يعني يحملهم المسؤولية ويقول أن المسؤولية تقع على عاتقهم أيضا في عملية رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين، في عملية تأمين الإمدادات والطرق والمناطق التي يسكنون بها. نعم، المواطنين في المنطقة الجنوبية بشكل عام المواطنين ليس لديهم أي إمكانيات يمكن أن تقف في وجه هذه الأعمال وهذه العصابات المدججة بالأسلحة التي فشلت الدولة في أكثر من مناسبة لردعهم وإرجاعهم. فكيف بالمواطن البسيط الذي عجز عن توفير البنزين لسيارته وعجز عن توفير السيولة لشراء حاجياته اليومية وعجز عن كثير عن فقط تسيير حياته اليومية، فكيف به أن يسد هذا التيار الجارف وهذه العصابات التي تدخل في كل حين؟ نحن في منطقة مفتوحة على مصراعيها، نتحدث عن أكثر من 2 كيلومتر مفتوحة على مصراعيها لكل منها التوارد، فليس بإمكان المواطن البسيط الذي ينشغل وينتب بأشياء يعني عديدة جدا تفوق قدراته وتفوق إمكانياته، لا يمكنه بأي شكل أن يقف في وجه هذه العصابات وهذه الأشياء. لا، نعم كان بإمكان الأطياف الموجودة في المنطقة الجنوبية باستطاعتهم أن يتحدوا وباستطاعتهم أن يكونوا ما يشبه سدا اجتماعي يمكنهم من تجميع ما لديهم من القوة لوضعه في إطار موحد، بحيث يمكن أن يكون في المنطقة الجنوبية رأي واحد، وكذلك بعض ما يمكن تسميته يعني غرف أمنية أو لجان أمنية أو حتى قوات أمنية. فهذه فعلا بإمكان المنطقة الجنوبية وإمكان الأطياف الموجودة في المنطقة الجنوبية إذا تم توحيدهم، لكن نحن في المنطقة الجنوبية نعيش للأسف الشديد بعض الشروخ الاجتماعية التي تقف للأسف الشديد دون العديد من الأشياء ودون تجاوز العديد من الأشياء التي من بينها لا ننكر أن من بين هذه الأشياء هذا يعني من أسباب هذه الأشياء ما حصل من إدخال بعض العناصر عن طريق بعض المواطنين الليبيين للحدود الليبية، وأيضا دفع بهم إلى أن يكونوا مجموعات وميليشيات وقوى تنتهي من النهب والسرقة في داخل المناطق الجنوبية. هذه للأسف الشديد من بعض الإشكالات التي يمكن حلها بشكل اجتماعي في المنطقة الجنوبية. طيب ابقى معي السيد موسى تيهوساي وكذلك السيد عبد القادر حويلي، ومشاهدينا الكرام نخرج لفاصل قصير ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. احنا الان في البدايه احنا صنفنا المطالب بين مطالب عاجله ومطالب مؤجله. بالنسبه لمحطه اوباري الغازية حتى هي المهندسين الآن يمكن وصلوا للأرض الوطن، وصلوا لليبيا، ففي احنا محلمهم الحكومة الأسبوع القادم. ففي حالة أن الحكومة الأسبوع القادم ما غارتش حسن النوايا، ما شفناش السيولة في البنوك، ما شفناش بعض المعدات الخاصة بقطاع الصحة جت للمصحات وجت للمستشفيات في الجنوب، فممكن احنا نتخذ بعض الخطوات الاخرى يعني ضد الحكومه. هي عمليه الاقفال هو كانت صرخه لتوصيل صوت المعاناه ووصلت هذه الصرخه، فاحنا نتمنى من الحكومه ان تكون متعهده وملتزمه بتعهداتها اللي اتفقت معنا عليهم في من اجل يعني توفير بعض الاشياء اللي تعهدت هي توفيرها في خلال فتره قصيره يعني على المدى القريب يعني. طيب اعود للسيد عبد القادر احويلي. السيد عبد القادر، في حال تصعيد الموقف من حرق قذف الزان، وهذا التصعيد كيف يمكن ان يؤثر على الاجسام السياسيه، على العمليه السياسيه؟ هل يمكن ان يضغط باتجاه حلول؟ حراك فزان ان يؤطر في المستقبل بحيث ان يصبح حراك داعم لكل الممثلين الجنوب في السلطات التشريعيه القادمه ان شاء الله، ولكن هذا فعلا سيؤثر سلبا على الاقتصاد اذا تم ايقاف ضخ النفط، ولكن على الحكومه ان تلتزم بموارد به كما قال السيد معيقل. يعني الامدادات الطبيه يجب ان تسرع بإسراع، خاصة نحن في هذه الأزمة نحتاج إلى الإمدادات الطبية بأسرع وقت ممكن، أن السيولة أن تصل في موعدها وتحاول أن تأمنها، وعلى أهلنا في الجنوب أن يساعدوا الحكومة بعض الشيء في جانب
الاجتماعي في العقد الاجتماعي بان الحكومه ضعيفه وان الانقسام السياسي اثر سلبا على مديريات الامن، اثر سلبا على المؤسسه العسكريه، فلا توجد حقيقه سلطه امنيه وسلطه عسكريه واقعيه في الجنوب، نحن نعرف ذلك. فأهلنا في الجنوب أن يساعد الحكومة في تأمين هذه المعدات وهذه البضائع، لأن الحكومة ليس لديها جيش حتى هذه اللحظة، جيش يعني يعتمد عليه بالكفاءة ومهمات خاصة يخرج لحماية هذه التأمينات. فعلى أهلنا في الجنوب أن يساعد الحكومة عندما تصل السيولة أن يؤمن لها كما مرت في المرات السابقة أن تصل السيولة إلى كل المصارف في جنوب الجنوب وليس الجنوب، يجب أن تصل السيولة إلى القطرون وإلى غات في هذه المرحلة. يعني الحقيقة أنا أتمنى أن أهلنا في الجنوب يساعد الحكومة في إيصال هذه السيولة وإيصال الإمدادات الطبية في المرحلة القادمة التي تستطيع الحكومة في الوقت الحاضر أن توفر. أما بالنسبة لمحطة الكهرباء وباري حتى لأن هناك شريك أجنبي ننتظر ماذا يقوم، هل هو فعلا ان الخروقات الامنيه التي حدثت ربما تؤثر سلبا على التقييم الامني للجنوب، يعني الذي حدث اليوم في المعسكر على اللواء العاشر سيؤثر سلبا على المهندسين الكهرباء اللي بيجوا بيقولوا ان هم هذه الحكومه لم تستطع ان تحمي معسكرات جيشها، فكيف ستحمي مواقع الجيش؟ هذا تقييمهم. يعني ربما الحدث اللي حدث اليوم في الجنوب سيؤثر سلبا على عودة المهندسين، نأمل ألا يكون أكثر مدة تطول بحيث أن المهندسين يرجعوا بأسرع وقت ممكن. يعني هذه الإجراءات يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن، يجب الحكومة أن تلتزم بتعهداتها التي قطعتها، هي تعرف إمكانياتها وتعرف ما وعدت، على الأقل أن تطبق ما وعدت به. نعم. طيب سيد موسى تيهوساي، يعني تحدثنا مع السيد محمد معاجل عضو حرك غضب فزان، برأيك هذه الخطوات التي يقوم بها حرك غضب فزان هل تراها في الاتجاه الصحيح أم ربما تزيد الوضع أو تزيد الطين بلة كما يقال؟ نعم، لا أستطيع أو لا يمكن الحكم على هذه ما تقوم به او ما يقوم به حركه غضب فزان من الوهله الاولى، وخاصه اننا في انتظار ما ستقدمه الحكومه والوعود التي قيلت والتي قطعها السراج عندما اتى الى اوباري هنا، وكذلك ما سينتج عن هذه الوعود. اليوم راينا بعض الاشياء التي ممكن قد تكون جزء مما او احد المطالب التي كان حرك فزان قد طالب بها وهي الوقود. اليوم هناك بعض سيارات الوقود اتت الى مناطق هناك زحمه في محطات الوقود، وهذه خطوه، لكن في انتظار الخطوات التاليه، ورغم اني قليل التفاؤل في هذا الموضوع او لان لدينا تجارب كثيره سابقه في التعامل مع الحكومه وكذلك عده اعتصامات سبقت وكان الفشل مصيرها للاسف الشديد نتيجه عدم الايفاء بالوعود من جانب الحكومات، وكذلك نحن للاسف الشديد اصبحنا لا نفقد اي امل على وعود الحكومات لاننا تعبنا من الشعارات وكذلك الوعود وكل هذا الكلام الذي لا ياتي بنتيجه. نحن في النهايه العبره بالنتائج، ولا استطيع ان احكم على هذه الوعود وكذلك ما يقوم به حرك فزان. في جانب اخر اريد ان اصل بعض رسالتي في جانب متعلق بالامن في المنطقه الجنوبيه. نحن اليوم ما يهددنا اكثر شيء هو الجانب الامني، اذا كان عند غير امن في معسكر كتيبه يفترض بها ان تؤمن منطقه بكاملها وحدود البلاد وكذلك كل ما يتعلق بتامين استتباب الامن، فكيف يحدث بمنطقه بهذا الحجم بهذه المساحه بهذه الاراضي الشاسعه؟ للاسف شيء هناك يعني شيء عجيب جدا، وهناك رعب في فيما يتعلق باستتباب الامن في المنطقه. نحن نعيش في منطقه لا يحكمها اي قانون ولا يحكمها سوى منطقه القوه ومنطقه يعني العصا
فللاسف الشديد ما لنا حتى وان اتى البنزين اليوم سمعت بان بعض الشاحنات الوقود تم خفض سعرها في طريق في الرابط بين سبها وطرابلس، فللاسف الشديد لم يحدث شيء حتى وان اتت الوقود اليوم قد تتعطل في الايام القادمه لان الوضع كما هو لم يتغير من جانب الامن. هناك اختطافات حدثت اول امس في طريق الرابط بين جفره وسبها ويعني لم يتغير شيء ولم يحدث اي شيء. نحن نريد وجود دوله في المنطقه، تخيل ان مدير مكتب ديوان رئيس الوزراء في سبها لم يفعل منذ اكثر من سنتين، وهذه احد المشاكل التي يفترض ان الحكومه على الاقل ان تجد بعض الشيء او تجد ما يشبه يعني شيء له علاقه بالدوله، يمكن المواطنين ان يذهبوا اليه ويقدموا شكواهم ويعرفوا ان حتى هناك يعني حكومه موجوده، هناك شيء له علاقه بالحكومه غير الكهرباء، نحن ليس لدينا اي شيء له علاقه بالدوله الا الكهرباء، فليس هناك مثلا جهات امنيه فاعله تتلقى مرتبات بشكل شهري من الدوله، لان الجميع لدينا العديد من الموظفين هنا نقصد لكن يتحججون بانهم لم يصرفوا مرتباتهم منذ سنين، فليس بإلزامهم من يؤمن وامن وراءهم عائلات وراءهم مصاريف يوميه واشياء عديده. طيب يعني هل ترى سيد موسى تهوساي ان حراك غضب فزان بامكانه تحشيد الاهالي لمساعده الامن لتامين المنطقه وعوده الشركات اليها مثل ما حصل النجاح النسبي ان صح التعبير في اوباري؟ نعم بالنسبه للامن الجماعي مفاعل بفعل الواقع، اقصد ان ما يتعلق بالامن داخل المنطقه جميع المواطنين دون حتى اعاز من احد، هناك بعض يعني ما يشبه الامن الجماعي في المنطقه، بمعنى ما يمكن للمواطن فعله في الجانب الامن فعله، يعني بحكم انه مجبر ان يساعد في باب الامن، لان عندما تجد بوابه مثلا في الطرقات مداخل المدينه يقوم بها بوابه تعود لمواطنين عاديين، فهذا يعني ان هناك المساعده في 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 فيما يتعلق بالامن، وفيما يتعلق باستتاب الامن في اوباري، منطقه اوباري تعتبر من اكثر المناطق التي عانينا في المنطقه الجنوبيه بعد مدينه غات او منطقه غات، اوباري تعتبر نسبيا منطقه امنه او مدينه امنه، وهناك تعهدات سابقا قام بها المكونات في اوباري بانه يستطيعوا تامين المحطه الغازيه وبامكان الشركات المشغله المحطه العوده اليها والاستعانه طبعا بالجهات الامنيه الموجوده، فاذا كان الموضوع على محطه الكهرباء فبامكان تامين محطه الكهرباء، وهذا راوه عندما اتوا الى المنطقه، حتى السراج عندما اتى راى بان المنطقه وتعهدوا له بان المنطقه بامكانها ان تقوم بتامين المحطه. نحن نتحدث عن الحديث لا نتحدث عن المنطقه طيب. القوات التي اتت اليوم من معارضه الشعبيه الى اعرف من اين هي اتت من خارج الحديث وليس من نفس المنطقه. طيب أعود للسيد محمد معيقل. سيد محمد يعني هل بإمكان حراك غضب فزان أن يحشد الأهالي للتعاون في مسألة الأمن وتأمين منطقة تراغن حتى تعود الشركات الأجنبية وكل الجنوب؟ أيضا نضرب مثال على ذلك النجاح النسبي إن صح التعبير في منطقة أوباري عندما عادت الشركة التركية. طبعا هي مسألة الأمن خاصة في المنطقة الجنوبية مسألة نشوف فيها يعني متباينة، ومسألة مش ما هيش حتى مسؤوليتنا احنا كأبناء جنوب نشوف فيها ان هي مسألة أمن قومي ليبي يعني. وطبعا الانقسام السياسي اللي حاصل في الدولة الليبية هو اللي أثر علينا سلبا احنا كأبناء جنوب، يعني ما عادش أبناء جنوب ما عادش عارف هويتهم مين، بتجيلي أمر منطقة تلقى واحد أمر منطقة تبع شرق وواحد تبع غرب، بتجيلي من يعرف المجموعات المسلحة والكتائب كذلك. فاللي نقصده انا في الموضوع هذا مساله انا قومي ليبي، هذا نقول خطر ان بدنا الليبيين كلهم يكونوا منتبهين بهذا الامر، لان المساله مش مساله ابناء جنوب، حدود مفتوحه قرابه 4 أو 5 دول مفتوحه وتدفق منها البشر بشكل يومي، والبشر هذه فيه اللي جاي بيعيش وفي اللي مجموعات مسلحه وفي اللي معارضات،
فقبل مساله الامن هذه خاصه في الجنوب ممكن يتم تامين محطه او يتم تامين حقل او او, أو اي مرفق معين، ولكن ما تقدرش تبسط الامن في الجنوب بالكامل. يعني احنا ممكن المرافق الحيويه يتم تامينها زي محطه مثلا اذا كان رجول مهندسين الفتره القادمه ممكن حيتم التنسيق مع الاعيان ومع بعض الكتائب الموجوده غادي والاهالي وحيتم تامين المنطقه لغايه ما يتم العمل في هذه في المحطه. ولكن اذا كان في مساله عن تامين الجنوب بشكل عام هذه المساله اعتقد انها مساله امن قومي ليبي، ونتمنى انك توحد الجهود وخاصه في الشق العسكري. طيب سيد محمد معاقل، اذا ما تحدثنا عن المسؤولين الذين يمثلون الجنوب في الاجسام السياسيه في ليبيا، كيف تقيم ادائهم؟ والله ادائهم طبعا هو ما نقدروش نقوله سيء، هو ما شفناه مش اداء، يعني هو ما هو المفروض قبل ما نقيم يعني نشوف هو شن عمل يعني، لكن هم احنا ما نشوفوش فيهم انه عملوا شيء لغايه ما نوصل لمرحله التقييم. ف ما نقدرش نقول لك نقيمهم باي مش بنقيمهم، ما شفنا شيء يعني كيف بنقيم يعني. ونتمنى مع ذلك نتمنى منهم ان اهلنا ممثلين اللي موجودين في الاجسام سواء كانوا في الاجسام التنفيذيه او التشريعيه التنفيذيه او غيرها انهم الحقيقه يتخذوا موقف من اهلهم في طيب دعنا ننقل هذا الكلام للسيد عضو المجلس الاعلى للدوله السيد عبد القادر الحويلي. السيد عبد القادر في دقيقه كيف ترد على السيد محمد معاقل؟ طيب قطع الاتصال مع السيد عبد القادر حويلي عضو المجلس الاعلى للدوله، شكرا له وشكرا للصحفي موسى تيهوساي وايضا السيد محمد معاقل عضو حراك غضب فزان. مشاهدينا بهذا انتهى الجزء الاول من الحلقه، ونلتقي في الجزء الثاني بعد قليل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هجوم جديد يضرب الجنوب، هذه المرة تراغن الذي راح ضحيته ضابط و13 جريحا، ويفتح الباب أمام عديد التساؤلات حول إمكانية حماية الجنوب من الحكومات وكذلك الأهالي. يخافه الجميع، السلطات، الناس، بل أهله أيضا. ترك وحيدا لم يبال به أحد رغم ثروته وغناه. أرض الجنوب الليبي متعددة الأوصاف، بين المهمشة من الأطراف المحلية المغتصبة من العصابات الأجنبية، حكومة وفاق وأخرى مؤقتة، إحداهما بغرب البلاد والأخرى في شرقها، لكليهما وزارات يوازي بعضها بعضا، ولهما جيشان إن صح الوصف، ولكل منهما تصرف في الأموال الطائلة. شكلت الحكومة المقترحة اللجان واللجان، وقالت تارة إن مهامها توفير سبل العيش الكريم لأهالي الجنوب، وتارة يكون مهام اللجان إن كانت عسكرية نشر الأمن ومحاربة الفوضى والخارجين عن القانون، لكن شيئا من هذا لم يحدث. إذ سكت الرئاسي المقترح عن مصير عملية عسكرية أطلقها في منطقة الجنوب الليبي، قال حينها إن هدفها طرد العصابات التشادية والمعارضة السودانية، وانتهت العملية بإيقاف وزير الدفاع آنذاك المهدي البرغثي وإخراج القوة الثالثة من الجنوب بعد أن كانت مكلفة بتأمينه. يوازي تلك الحكومة مجلس النواب المنعقد بطبرق، المطلق هو الآخر لجانه لحلحلة أوضاع الجنوب، لكن أهالي المنطقة طالما أكدوا أن أرجل تلك اللجان لم تطأ المنطقة أبداً. ومن المفارقات لميليشيات الكرامة في الجنوب نصيب، أطلق أميرها خليفة حفدر عمليتين عسكريتين فلازم الصمت عن نتائجهما في مشهد لا يخلو من استعراض قوة أو محاولة القول إن الجنوب له وحده دون سواه.
لا يتمارى اثنان أن المنطقة الجنوبية مغيبة تماما سياسيا واقتصاديا وأمنيا من قبل الحكومات والمجالس المختلفة، لكن الأمر لا يخلو وفق مراقبين من إهمال محلي للمنطقة من أهلها، إذ طالما شهد الجنوب صراعات داخلية عسكرية بين قبائل مختلفة، وهو أمر تسبب بشكل مباشر في تمدد رقعة سيطرة العصابات التشادية التي تمتهن السرقة والخطف والتهريب والهجرة غير النظامية. كما على المنطقة الجنوبية صراعات دولية بين دول كإيطاليا التي تسعى لنشر قواتها بحجة إيقاف تدفق المهاجرين، وأخرى كفرنسا التي تقيم قواعد عسكرية وفق صحف فرنسية متعددة. أما مواطن الجنوب فلا تعني له التبعية شيئا بقدر اهتمامه بتوفر المياه التي أوقف تدفقها انقطاع الكهرباء ونقص السيولة النقدية والوقود، ويعتبر تلك المعطيات سؤال: الجنوب لمن؟ إذن أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ورحب بالمشاركين معي في الحوار السيد المهدي كشبور والسيد محمد مرغم. وأبدأ معك السيد محمد، من حيث انتهى التقرير، يعني اليوم هجوم نفذته عصابات شادية على اللواء العاشر بمدينة التراغن، راح ضحيته قتيل وعدد من الجرحى، من يسيطر على الجنوب الليبي اليوم؟ الجنوب لمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. الجنوب باعته الحكومة، الحكومة اليوم كوبلر سلامة، هذه حكومة الفرقاطة، باعته إلى الفراغ، إلى من يريد العبث في أمنه بمحاربتها للقوة الثالثة التي كانت تؤمن الجنوب، تؤمن الجنوب ضد الأعداء وضد المسلحين، وتقوم بواجب المصالحة الوطنية عندما يتم المناوشات القبلية بين مكونات الجنوب. عندما حوربت هذه من قبل حكومة السراج، وقطع عنها الدعم، قطعت عنها المرتبات، ودينت حتى في استردادها لقاعدة براك الشاطئ من القوات التي هجمت عليها قوات بن نايل، قوات أزلام، فلم يجد هؤلاء السند السياسي الذي يدعمهم ماليا وسياسيا ويعطيهم شرعية، وبالتالي اضطروا للانسحاب، انسحاب دون تعويض، أو دون أن تكون لدى هذه الحكومة قوة مكافئة تستطيع أن تؤمن الجنوب. والحقيقة أن ليبيا الآن يعني تدفع ثمن شيطنة ثوارها الذين أسقطوا النظام، والنظام لم يترك لنا جيشا معروفة، كتائب أمنية هي أشبه بالميليشيات، وكانت تقاتل في الشعب الليبي، والآن شيطن هؤلاء الثوار و يعني تفرقوا شذر مدر نتيجة اتفاق سياسي مشبوه. الغرض منه بالذات هو إجهاض الثورة يعني عدم تحقيقها لأهدافها. في الثوار هم الذين ما فيش مهمة عسكرية من 2011 إلى الآن، مهمة عسكرية أو أمنية ناجحة، إلا كان الثوار هم الذين في واجهتها، سواء البنيان المرصوص وطرد الدواعش من درنة، التأمين الكفرة، تأمين الجنوب، كلها صبراتها، ما فيش جيش وما فيش لها قوة أمنية تقوم بهذا. أنتم أو الشعب الليبي أقنع بطريقة ما، مش الشعب الليبي، الإعلام الدفع المسبق هذا المدعوم من الثورة المضادة صور هؤلاء الثوار بأنهم مجرمون وأنهم إرهابيون وأنهم يقطعون الرؤوس، ويعني أخذوا وتخلى عنهم الناس وتخلت عنهم الشعب، وقطاعات كبيرة من الشعب تخلت عنهم، وبالتالي الشعب الليبي يدفع ثمن تخليه عن ثواره قبل إقامة الجيش والشرطة النظامية المهنية التي تؤدي واجبها في حماية الدستور وحماية المواطن. طيب السيد المهدي، يعني يرى البعض أن الأهالي في المنطقة الجنوبية
هم أيضا مسؤولون ومتهمون بالتقصير باتجاه مدنهم ومناطقهم. تحصل الشبكات من الوقت إلى الآخر بين القبائل، أيضا لا يوجد رفع غطاء اجتماعي عن الخارجين عن القانون بالشكل المطلوب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو للأسف يعني الجنوب راح ضحية قرارات خاطئة صدرت من أهله نفسهم. يعني الأول كان التخلي عن القوات الثوار المتمثلة في القوة الثالثة، والقرار الثاني هو اعتمادهم على حفتر الذي جلب لهم هذه العصابات الشادية التي يعني تثخن فيهم اليوم الجراح والقتل والسلب والخطف وما إلى ذلك. وبالتالي يعني هم راحوا ضحية ربما بحسن نية، ولكن ضحية قرارات وخيارات سيئة إلى هذا اليوم. رغم أن حفتر هو من زرع لهم العصابات الشادية في الجنوب، لازالوا يعترفوا بحفتر أو يتبعوا خليفة حفتر مثل القوة العاشرة اللي تعرضت للهجوم اليوم. هذه المجموعات أو العصابات الشادية كانت تحت أمرة حفتر أو تعمل لحساب حفتر كمرتزقة، وربما بعد أن منع عنهم المال أو لم يؤدهم أجرهم انقلبوا عليه وحاصروا معسكره. وثبت بأن أيضا هذه المجموعات اللي تتبع الحفتر ليست جيشا ولا توجد لها عقيدة دفاعية عن الوطن، وانهارت في لحظات و يعني سلب معسكراتها. وبينما المدة السابقة عندما حاولت عصابات شادية تهجم على مناطق أخرى وصدها ثوار تلك المناطق رجعت مهزومة ولم تنل مرادها، بالعكس كانت حتى في مجموعات محاصرة من قبل الثوار، وللأسف خذلتهم حكومة السراج ورغم أن وعدهم بالدعم لكن لم يصلهم شيء إلى اليوم. وبالتالي نحن أولا خلينا نتحدث عن العصابات الشادية هذه كيف نشأت. هذه المجموعات نشأت في الحرب التي تمت في مالي، هي مجموعات مختلطة من النيجر ومالي وتشاد، وقامت بتشكيلها فرنسا لمحاربة الإسلاميين في تلك المنطقة، ومن ثم بعد انتهاء المعارك أصبحوا يصلون ويجلون في هذه البقعة بحثا عن ارتزاق. وجدوا ظلتهم في القذافي في فترة 2011، ووجدوا ظلتهم في حفتر في 2014، واليوم هم يبحثوا عن أماكن للارتزاق. لا توجد إلا مناطق الجنوب حيث هي غنية بالذهب والنفط، وفيها يعني بعض الشركات التي ممكن أن يخطف موظفيها ويبتزوها مقابل أموال، وكذلك بعض المعسكرات اللي يحتاجوا بين مدة وأخرى أن يمولوا أنفسهم بسيارات وأسلحة وضخائر وغيرها. فالمسألة أصبحت ارتزاق. هذه المجموعات يعني يجب أن تقاوم بشدة. لا أعتقد أن حفتر ويعني ميليشياتها قادرة أو لها حتى يعني الرغبة في أن تقاوم هذه المجموعات، لأن إذا بنمشي وراء المجموعات اللي كونها حفتر، هذه في غالبها هي مجموعات من المرتزقة، وهؤلاء المرتزقة سواء كانوا ليبيين أو غير ليبيين، حتى الليبيين كانوا مرتزقة منهم. هم يبحثوا عن الغنائم، إذن هم لن يدخلوا إلى معركة لا توجد فيها غنائم، لن يطاردوا هذه العصابات التشادية لأن يعني ما فيش من وراها مكسب، يعني لا توجد يعني أموال ولا توجد يعني كل الهم ينصب الآن على العاصمة وتحديد المصرف المركزي والخارجية، المؤسسة النفط، هذه المراكز اللي ممكن يعني يحصلوا منها دعم وأموال. لكن الجنوب لا يهمهم، لا يهم حفتر، حتى بيان لم يصدر منه اليوم رغم أن هذه القوة هي تعترف بحفتر أو هي تابعة لحفتر، لم يرعيها حتى الناطق الرسمي. خرج في هذا المسماري، خرج في مؤتمر صحفي لم يتكلم عليهم، وكأن من قتل منهم يعني سائب. يعني لا، نحن نقول هذا أولادنا وأبنائنا وأبناء الليبيين وأي مواطن ليبي، احنا سواء كان يتبع الحفتر أو غيره في صراع مع
مع أي قوة أجنبية نحن سنقف جنب يعني الليبي، لكن عليه هو أيضا أن يختار خيارات صحيحة، يعني أن يتجه إلى يعني إلى خياراته الصحيحة. أهل الجنوب الآن يجب أن يعيدوا حساباتهم، اتكالهم على حفتر لن يحقق لهم لا أمن ولا أمان، على العكس هو من جلب لهم هؤلاء المرتزقة، وهو لن يعاديهم لأن ربما يحتاجهم في معارك أخرى يطمح لها في المستقبل. الآن التجأ إلى مرتزقة سوريين، ولأن طائرات اليوشن يعني خط من دمشق إلى بنغازي وإلى قاعدة الخروبة وغيرها، ربما سيدخل على الخط مرتزقة من نوع آخر يعني الآن، وبالتالي ويسعى أن يدخل بهم للجنوب، وسيربك المشهد أيضا بالإضافة إلى ذلك في الجنوب. وبالتالي نحن على الجنوب أن يتفطن لهذه المؤامرة سريعا ويلملم أوراقه ويتجه إلى يعني مش غلط إن يقولوا نحن غلطنا، يتجهوا إلى قوات ثوار يحاولوا يعني أن يطلبوا منهم حماية الجنوب أو العودة للجنوب لتأمينه، لأن يعني القوة الثالثة عندما خرجت من الجنوب خرجت شبه مطرودة يعني، وبالتالي رجوعها مش هيكون بالسهل إلا بطلب من أهل الجنوب نفسه. فلذلك على أهل الجنوب هذه يعني درجة أولى أن يحسموا أمرهم في مسألة تبعيتهم، في مسألة تحالفاتهم وتكتلاتهم، وحتى نستطيع أن نؤمن هذه المنطقة. طيب. اللي هي يعني استراتيجية بالنسبة لليبيا، استراتيجية اقتصاديا، استراتيجية سياسيا، واستراتيجية اجتماعيا، و نعم بقعة مهددة من نعم. من ليبيا. سيد محمد مرغب، إذا ما تحدثنا عن المسؤولين الممثلين للمنطقة الجنوبية، أي مسؤولية تقع على عاتقهم؟ ما الذي قدموه حتى الآن لأهل الجنوب؟ هل الجنوب يتهمونهم بالتقصير وأنهم لم يقدموا لهم أي شيء؟ هو عند أهل الجنوب هو القول الفصل، يعني إذا كان في حاجة قد قدمت تبان على أهل الجنوب. وبعدين الوضع الأمني والخروقات هدية والفراغ الأمني اللي موجود يدل على أن لا أعضاء الجنوب ولا الحكومة ولا ممثلي الجنوب سواء في مجلس الدولة أو في مجلس النواب يعني ظهر لهم أي نشاط أو أثر في إمداد الجنوب بما يلزمه لتأمين أبنائه وإمداده بوسائل الحياة. يعني على باب الله مفتوحة، البلاد مفتوحة، يعيث فيها من شاء فسادا، تخترق من جميع العصابات، والوضع مأساوي الحقيقة. وهذا زي ما قال زميلي السيد المهدي، يعني هذا يعني خطر استراتيجي على ليبيا نفسها، على وحدة ليبيا وعلى أمن ليبيا وعلى أمن طرابلس أيضا، مش غير الجنوب. اللي يمسك الجنوب انت تو مثلا قفل ابار المياه وقفل، يعني هذا شيء يهدد طرابلس في مصدر منطقه الوسطى بالكامل. نعم. فهي يعني المساله حيويه جدا، ولكن الحكومات التي نصبت من الحكومة التي نصبت من البعثة الأممية ليس هدفها تقديم خدمة للمواطن ولا بناء الدولة، هدفها هو تدمير الدولة حتى يأتي الفاتح المنقذ الذي يحارب الإرهاب، وكما سمح له وتفرجوا عليه 4 سنوات وهو يدمر بنغازي وجدابيا والهلال النفطي ودرنا، الآن مسموح له أنه هو يتمدد في المنطقة الغربية وفي السدادة وفي بنوليد وفي والجنوب، سايب هذا هو اللي يهمهم أنه يصل إلى العاصمة وتعود منظومة الاستبداد إلى الشعب الليبي، ويعلن وفاة فبراير ودفنها. وهذا هو الهدف. المجتمع الدولي راه فيه فيتو على الربيع العربي، معروفة الموقف من الانقلاب في مصر، والموقف من بشار الأسد رغم المجازر والكيماوي، والموقف من اليمن المجتمع اليمني اجتمعوا في وأخرجوا حوار، مخرجات حوار، واتفقوا عليها، ومع ذلك لم تنفذ بسبب تدخل المجتمع الدولي. لم ينجح من الربيع العربي مبدئيا إلا تونس، لأنها لم تدخلها البعثة الأممية، وتحاورت التونسيون وحدهم فيما بينهم. نعم. وتفاهموا وتنازلوا لبعضهم، وهذا هو الذي يجب أن تقوم به الشعوب العربية كلها، لا يسمحوا لأجنبي بأن، لكن احنا السراج إذا كان يعين لجنة لوضع السياسات فيها سفراء
وفيها بعثة أممية وفيها واحدة، أنت يعني البلاد تسلم على طبق من ذهب بإرادة من عين لتسليمها للأجنبي. يعني شنو تتوقع منهم؟ يعني يحسوا الليبيين ولا يحسوا أهل فزان شنو ياكلوا ولا شنو يشربوا ولا من يقتلهم ولا حيين ولا ميتين؟ هذا الأجنبي بيدمرك وبيعيد منظومة الاستبداد اللي كان متعايش معها 40 سنة، 40 سنة وإحنا في المجازر وفي الاستبداد وفي الطغيان، ومفيش حد يتكلم للناضي الشعب الليبي ورفض هذا. السيد عبد القادر الحويلي في الجزء الأول يتحدث عن هذه إمكانياتهم، يعني لا يمكنهم تقديم المزيد وأن الحكومة عاجزة. والله هو جريمة، ما الذي يقع على عاتقه كمسؤول يمثل الجنوب وهو لا يستطيع تقديم شيء؟ هم جريمتهم أعضاء مجلس الدولة، هم تخلوا عن السلطة التشريعية وتركوا السلطة التشريعية وجلسوا استشاريين لا يملكون شيئا. أنا سمعت جزء من كلامه بيقول لك إحنا ليس لدينا أي شيء نطالب الحكومة. أنت كنت سلطة، أنت كنت تصدر قرارات وتشريعات، أنت تستطيع كنت تعين قائد عسكري، أنت تستطيع أن تقرر إرسال قوات إلى 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 الجنوب ولا أي منطقة مضطربة. نعم. الآن أنت قعمزت وقلت هاي خلاص هاو نسلموها للسراج ونسلموها لمجلس النواب، ومجلس النواب أصلا ماشي هو أصلا من يوم من أول يوم شيء تحت جناح حفتر الانقلابي المطلوب للقانون بجريمة الانقلاب، وهذه البعثة الأممية متحالفة مع مجلس النواب وتريد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية. أنت طيب يعني يقول البعض أن كان هنالك فشل تلك الفترة في تحديد أو في تكوين الحرس الوطني وتكوين رئيس له، وأيضا كان هنالك خلاف على رئيس الأركان أكثر من مرة. هو هذه نتيجة الحرية ونتيجة السجال السياسي الحر. نعم. في داخل المؤتمر الوطني العام بالتأكيد في قوى سياسية متنافسة ومتشابكة، ولكن في الأخير بكل يعني بالوسائل الديمقراطية بالحوار يستطيعون إلى يوصلوا إلى حل، وصلنا إلى حل في أكثر من 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 منعطف سياسي، وصلنا إلى حل في تعيين رئيس حكومة، وصلنا إلى حل في إصدار قانون انتخاب الهيئة. أنت تعلم قانون انتخاب الهيئة التأسيسية بقي 6 أشهر في الجدال، كل قضية يعني صارت عليها معارك برلمانية، الكوتا صارت عليها معارك، شروط العمر الناخب المرشح صارت عليها، مستواه الدراسي صارت عليه معارك، يعني كل مسألة النظام الانتخابي هل هو فردي ولا قائمة ولا غيره صارت عليه معارك وصار عليه جدال وجلسات الكتل. هذا هو الجو الديمقراطي الصحيح والصحي واللي ينتج في الأخير مخرجات. طيب. سليمة. لكن شن تشوف في مجلس النواب وشن تشوفه في الرئاسي هذه المخرجات هي اللي تعطيك المؤشر. طيب السيد المهدي، الآن حراك غضب فزان يعني يهدد بتصعيد الموقف في حال لم يستجب المجلس الرئاسي لمطالبهم التي تقدموا بها قبل أسبوع، من وجهة نظرك ما شكل التصعيد الذي يمكن أن يقوم به حراك غضب فزان، وكيف يشكل ذلك ضغطا على الحكومة بأي شكل لتلبية المطالب وللالتفات للجنوب بشكل أكبر؟ أنا أخشى ما أخشى أن يعني يستغل غضب فزان، ما تحدثش على حراك غضب فزان، لكن غضب فزان أو غضب الجنوب بصفة عامة يعني من إهمال وتغاضي الحكومة عنا، ويعني غض البصر عن الحالات اللي تحدث فيه من الخطف والقتل يعني نقص المواد الغذائية ونقص الكهرباء والمياه وغيرها من المشاكل كثيرة. يعني ربما ينفجر الجنوب وعندها تجد يعني مصيبة. يعني الآن هو حقل الشرارة، يعني عندما أوقف الحكومة استعانت حتى بكل القوى الدولية ربما، وأصدرت بيانات القنصليات والسفارات والبعثات لكن إذا غضب الجنوب بالكامل وقف للنفط بالكامل عندها يعني ستبكي الحكومة دما، لأنها مش هتلقى كيف تغطي شمال ليبيا أو طرابلس اللي تحتكم فيها. يعني وبالتالي يعني أنا لا ألوم أهل الجنوب يعني مهما وصلوا من يعني، لأن توفير الأمن الحكومة يعني صحيح نحن لا نلوم على أهل الجنوب أنهم هم كانوا خياراتهم خاطئة،
ولكن المسؤولية الأولى والأخيرة هي على الحكومات، هذا دور الحكومة، وظيفة الحكومة. يزيد في الأخير بكل، أنت تقدر تستعين حتى يعني بأطراف دولية كيف ما تستعين فيهم في العادة، لكن بدون نزول على الأرض من خلال ضربات جوية لهذه العصابات الشادية اللي قاعدة تدهور في الجنوب، يعني للمعارضة السودانية اللي قاعدة يعني تصول وتجول في الجنوب الشرقي. وبالتالي يعني لا يعني الحكومة لا يوجد لديها حتى رؤية، بمجرد أن قالوا خصوا مليار، بيخصوا مليار لشنو؟ دزوا هني كم بطاح بنزينة وحلوا لهم مشاكلهم في الجنوب بالبنزينة هالشهر هذا لين يعاود النفط من الانتاج وتعود المشاكل من جديد. لا يوجد حتى حلول جذرية، وحتى إرسال الشاحنات الوقود ما كانش بشكل مدروس. معروف أن الجنوب يعني وضع الأمني مش مستقر، وهناك مجموعات تشادية ومعارضة سودانية وغيرها من ومرتزقة حتى ليبيين يعني، ومجموعات عصابية في الجنوب يعني ممكن تتعرض لهذه الشاحنات النقل. يعني على الأقل كان ممكن إرسالها بشكل أكثر شكل مؤمن مع مجموعات أو مجموعات حماية، أو ترسل في قافلة واحدة مع مروحية حماية، لكن أن ترسلها يعني سائقين الآن وكأن يعني هم زايدين عند هلهم ترسل للجنوب للصحراء، ومعروف أن البطاح هذه الشاحنة يعني تسوى مئات الألاف وهي فيها كمية البنزين هذه، وبالتالي حتكون هدف لكل المجموعات العصابية في الجنوب اللي تبحث عن مال تبحث عن دعم. كيف الحكومة يعني طيب هذا كان من المفترض أن ترسل مع اللواء الذي شكله المجلس الرئاسي السراج من المنطقة الوسطى والغربية. سنكمل في هذا الحوار، طيب سنكمل في هذا الحوار وما ذكرته سيد المهدي، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونعود للحوار. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى نبأ اليوم. أعود إليك السيد المهدي ونتحدث عن النقطة التي تحدثنا عنها قبل الفاصل، وهي أن المجلس الرئاسي يعني شكل في وقت سابق لقوا قال أنه من المنطقة الوسطى والغربية ليتجه للجنوب. هو هذين قرارات على ورق، يعني نفس قرار تكليف رئيس أركان، لم نسمع لرئيس الأركان صوتا أو فعلا أو نرى له فعلا ولا حتى همسا. يعني تشكيل لجنة ترتيبات أمنية، عنوان كبير، حكومة الوفاق الوطني، اللواء الجنوب، المجلس الدولة، أسامي كبيرة، لكن الفعل لا شيء لا شيء. يعني مجرد حبر على ورق، من يكلف وتصرف لهم الأموال وتذهب سدى، يعني لا توجد متابعة، لا توجد رقابة، وبالتالي كل الجهود يعني ما الذي يقوض أفعال أولا أنت عندك في البداية عندك مجموعات أصلا موجودة على الأرض في الجنوب، أدعم مجموعات على الأرض على الأقل لين تكون أنت اللواء اللي تحكي عليه هذا على الورق. لكن أنت تجي تقول لي والله بنكون لواء بي وحطيت له آمر وكذا، بي وين اللواء؟ وين مقره؟ وين سياراته وآلياته؟ وين اليوم من هذه الأحداث؟ وين في الأحداث اللي صارت من شهر فات؟ وين الأحداث اللي صارت من شهر ونصف فات؟ لا يوجد لهم أي أثر، مجرد على الأوراق وقرارات صرف وأذونات صرف وملايين تذهب ومليار، الآن تحدث عن مليار لحل حالة مشاكل الجنوب. وين المليار؟ كيف يصرف؟ شنو آلياته؟ يعني أولا هذه الحكومة تحصلت على باب للفساد كبير جدا، وهو الرسوم على الدولار. هذه مبالغ أعطيت للحكومة لتغطية عجز الحكومة أو دين الحكومة،
وبالتالي الحكومة تصرف كيف ما تبي وتجي في الأخير تبيع دولار كيف ما تبي وتغطي العجز نتاعها وتطلع في الأخير ربما حتى طالع عندها فائض مش عجز، وما حدش يقدر يقول لها وين العجز وين الفلوس وين راحن وكذا، إلا يعني الأجهزة الرقابية السليمة اللي هي تطلع في تقارير، وهذه ما حدش يتبع فيها الناس في الأخير بكل يبوا واحد زيد واحد يساوي اثنين، فالحكومة حتحقق لهم واحد زيد واحد يساوي حتى عشرة مش اثنين. طيب. بالأسلوب الفساد اللي موجود هذا، وبالتالي يعني أنا لا أتوقع من هذه الحكومة، لا طبعا مجلس النواب وحفظ الرضي ما يعني ما فيهمش عزاء أصلا، المجلس الرئاسي لأن يعني وراه نوعا ما البعثة، وأعتقد أن حتى البعثة يعني عبرت عن استيائها الكامل والشامل من هذه الحكومة ومن هذه الأجسام، وقالت هذه الأجسام بالحرف الواحد، قالت هذه الأجسام لا يهمها إلا البقاء في السلطة إلى أبد الآبدين. طبعا يعني مرتبات ومزايا واعتمادات ويعني سفريات وكلها على حساب الدولة، وبالتالي هم عايش بهمهم الوضع، هم في الأخير بك يقول لك اللحظة اللي تنفجر فيها تون عادي نركب فرقاطة اللي جيت بها ونعدي ونروح. طيب. وهذا هو. طيب السيد محمد مرغم، يعني إذا ما تحدثنا عن من يتهم الأهالي بأنهم مقصرون أيضا، لماذا لا يتجاهل الأهالي للتفاهمات فيما بينهم وأيضا دعم الأمن في المنطقة كما حصل في إجدابيا، حتى عمل أمن نسبيا وعادت الشركات التركية حتى وإن حصل بعدها عملية اختطاف، لكن لماذا لا تكرر هذه التجربة وما الذي يقع من مسؤولية على عاتق الأهالي؟ شوف، هو ممكن الأهالي يجتمعوا على عملية أو اثنين أو ثلاثة، لكن بحيث أن هم يتولوا مسؤولية الأمن، مسألة دولة تبي تمويل وتبي تسليح وتبي عمليات عسكرية ممكن يترتب عليها قتل وسيلان دماء، وهذا كله إذا أنت درت بطريقتك الخاصة غضوة يجيبوك حتى للمحاكم والواحد بتهمة القتل، ولا هذه شيء يعني إذا قصرت فيها الحكومة لن يقوم بها الأهالي، يقوم بها الأهالي مؤقتا وفي حدود معينة، لكن الجنوب شاسع، وأهالي الجنوب أصلا هو يعني في فراغ سكاني، في يعني ما يتحملش أن يؤمنه أهله، أن يؤمنه السكان الموجودين القليلين أصلا هم شوي، والعصابات هذه عصابات مدربة وقطع يعني ممتهنة ومحترفة القتال ويعني مزودة بأسلحة، لا أعتقد أن يعني الفزعة اللي صارت في أم الأرانب من شهرين فاتوا هذه فزعة وصارت ونجحت في هذه العملية، ولكن لا أعتقد أنهم عندهم قدرة على الاستمرار. طيب يعني التصعيد الذي هذه عملية متواصلة، الأمن التأمين وهذه فيه عملية متواصلة يومية، يتم تقديم تقارير يومية عليها على الحالة الأمنية وشني الثغرة اللي حاصلة، وين نزود قواتنا، وين نقصوا، وين نحولوا، هذا من يقدر يديرها؟ هذا في غرفة عمليات، من يقدر يديرها؟ هذا يقدروا المواطنين في قرى متنائية، يعني أقرب قرية لقرية 40 ولا 50 كيلومتر، ما يجي الخبر للقرية الثانية باش تمد القرية دي قالين يكون فات فيهم. طيب يعني حراك غضب الزن يهدد بتصعيد الموقف في حال تأخر الرئاسي في تلبية مطالب الجنوب، برأيك كيف يكون شكل التصعيد؟ ما الممكن عمله من الحراك؟ وأيضا كيف يضغط على الحكومة لتلبية المطالب وتأمين الجنوب؟ يجب أن تكون مطالبهم محددة. الناس يعني فيه قوة جربت، فيه قوة جربت في التأمين وكانت ناجحة إلى حد كبير ومأمن المنطقة، عليهم أن يطالبوا، يعني لا يتركوا المطالب مبهمة هيك يقولوا يا حكومة وفاق أمن طيب الجنوب. البعض أنها يعني واضحة، لن تؤمن لهم الجنوب، قولوا لهم يجيبوا القوة الثالثة ويعتذروا لها ويستدوا لها مستحقاتها ويسلحوها ويسمحوا لها بالوحدة، وهم نفسهم حتى أهل الجنوب إذا كان صدر منهم أي إساءة لهذه القوة يعتذروا ويعلنوا. طيب. طيب هم في بياناتهم تحدثوا سيد محمد عن مطالب واضحة، يعني مثل
مثل مرتبات العسكريين في المنطقة، الخدمات الصحية للمستشفيات، وأيضا محطة العبارية، وحددوا موعد لذلك. أنا أتكلم عن المشكلة الأمنية. المشكلة الأمنية لا توجد فيه قوات، فيه فراغ أمني، فيه فراغ يعني، وبالتالي جميع الخدمات الثانية من صحة وتعليم ومواصلات وأي خدمة أخرى بدون ما يكون فيه أمن يحميها، لن يستطيع الطبيب في المستشفى. يعني إذا كان في بنغازي خشوا عليه على الأطباء في غرفة العمليات، المسلحين الخارجين على القانون، كيف يعني في الجنوب؟ يعني هذه مسائل، الأمن هو الحاجة الأساسية الأولى. بالأمن تستطيع أن يعني تعمل كل شيء، بدون أمن لا تستطيع أن تعمل أي شيء. لابد من إعادة الأمن واستتباب الأمن إلى الجنوب، وبعد ذلك ممكن مطالبة بتخديم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة في أي منطقة. وبالتالي يعني نشوف أنه ما دام معالجوش المسألة الأمنية علاجا جذريا يحقق الأمن وفورا، راهو ما يطمعوش لا في خدمات ولا في صحة ولا في مستشفيات. طيب السيد المهدي، يعني لا يمكن أن ننسى الصراع أو التنافس إن صح التعبير الإيطالي الفرنسي على المصالح في ليبيا، ونعرف أن منطقة الجنوب مهمة كثيرا على الأقل لفرنسا. هل لهذا الصراع انعكاسات على ما يحدث اليوم في الجنوب الليبي؟ بالتأكيد، أنا قلت لك هي أساس المشكلة هو العصابات الشادية. العصابات الشادية أول ما ننشأها هي مش شادية، يعني هي فيها من خليط من نيجر من مالي من تشاد من غيره. يعني هذه العصابات من أسسها هي فرنسا. فرنسا أسستها لمقاومة الإسلاميين في شمال مالي، ثم تركتها. لكن هي معارضة للحكومة التشادية المدعومة فرنسا. لا هي مش معارضة، ما فيش معارضة تشادية، في معارضة سودانية في شمال، لكن هذه المجموعات اللي أصبح تسمى معارضة هي مش معارضة، هي عصابات، مجموعات عصابية يعني لا تستخدم. هدف لها ولا حاجة لها إلا المال. مجموعة مرتزقة يعني صنعتهم فرنسا وتركتهم، تلقفهم القذافي في فترة ما وتلقفهم حفتر وتركوهم، والآن يبحثوا يعني عن مصادر تمويل. يعني أيضا امتهنوا حتى تهريب الهجرة البشر، يعني البشر، المخدرات، الغيرة من يعني أنواع التجارة الممنوعة كلها تمارسها، تهريب الوقود، يعني الخطف والابتزاز وغيرها، كلها تمارس هذه المجموعات من أجل المال. ونشوفوا في صورهم، يعني حتى ينزلوا في صورهم تجد يلاهم يعني جبال من الأموال مرات، يعني ينزلوا في صور جنبهم يعني، ولن تكفيهم أموال الدنيا، لأن مصدر يعني للثراء لمن خلفهم. أيضا هناك مجموعات ربما حتى دولية تكون خلفهم، أجهزة مخابرات، المخابرات الفرنسية لازالت بالتأكيد على صلة بشكل أو بآخر معهم لمحاولة تغيير، إحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. هناك بعض يعني الأشخاص حتى من داخل ليبيا بالتعاون مع يعني يسعوا إلى الوصول، تضييق على الجنوب للوصول إلى مرحلة المطالبة بالانفصال، كما ظهرت بعض يعني المناشدات زمان يعني في بداية الثورة، بعض الأطراف وربما كان منهم حتى علي زيدان طلب دولة الجنوب مع الوسط يعني مع سرت، وربما زرع داعش في تلك الفترة لهذا السبب، لكن يعني تبين لها ثوار البنيان المرصوص وقاوموها. لكن أهل الجنوب وكأن يعني مش عارف، يعني أولا هم يعترفوا بحفتر وحكومة الثني ويطالبوا في حكومة السراج بالمرتبات. أنت إذا تتبع حفتر عادي طالب حفتر، لكن احسم امرك من الان. هذا الشخص لن يحقق لك لا امان ولا استقرار، ولا وحكومه الثني لا تقدم لك اي خدمات، هي مش قادره تقدم خدمات لنفسها يعني، فبتقدم لك انت. وبالتالي عليك ان تحسم امرك، تحدد خياراتك، تحدد اتجاهك، تحدد تحالفاتك، وتسعى يعني تعمل يعني لما فيه خير منطقتك وخير ليبيا. يعني انت جي تقول الآن هناك مجموعات، يعني الأمر غير خافي، هناك مجموعات محسوبة على النظام السابق تبي تنتقم من فبراير وخلاص، لا يهمها أن يضيع الوطن، المهم
القوات الثالثة، القوة الثالثة أن تخرج من الجنوب لأن هضيمة ثوار ما نبهمش عناد، يعني مسألة عدت مسألة كسر عظم. أنا ما نبش إن شاء الله نعيش في شر، لكن مش منطقي. نفس ما يحدث الآن في بنغازي، لا نحن نبو حفتر مع أن هم قاعدين في جريمة وفقر ويعني انتشار الأمراض وانتشار جريمة وانتشار سرقات والخطف وكذا، ويقول لك لا لا نحن مازلنا نبو حفتر مع دمرة المدينة. هذه العقلية يجب أن نتخلص منها، يجب أن ندرس ما يحقق لنا يعني الاستقرار، ما يحقق لنا يعني. أنا إذا بتخيرني في الأخير بك بين حفتر والسراج، خيارين أحلاهما مر يعني، لكن في الأخير بك السراج مدني يعني نلتجئ له، ماش موضوع بين يعني. هي من الأساس كان يعني ما يحدث اليوم في ليبيا كله هو نتيجة خيارات خاطئة من الأول. اليوم من بدري النائب الحويلي كما تكلم أستاذ محمد، يعني الآن تشكي من عدم أن أنت ما عندكش ما تقدم. أنت كان عندك ما تقدم وسلمت المجلس النواب وسلمت للسراج بيدك، عليك أنك أنت اليوم بعد اكتشفت أنك أنت ارتكبت جريمة في حق الشعب الليبي أن تعتذر وتطلع من المشهد. أنتوا الآن أنتوا أعضاء مجلس الدولة هم من ورطوا المنطقة الغربية والجنوبية في هذا الاتفاق اللي دمر، يعني كنا نتحدث عن شرق منفلت ونوعا ما غرب وجنوب نوعا ما يحظى باستقرار. اليوم الفوضى في كل ليبيا، في طرابلس، في مصراتة، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، كلها نتيجة خيارات خاطئة. علينا أن نحدد أولويات الوطن، ما هو يحقق، ما الذي يحقق الاستقرار للوطن، استقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار سياسي واستقرار مجتمعي. يعني ما جيش تقول لي لا والله أنا نبي الأمن على حساب الوضع السياسي وعلى حساب الوضع الاجتماعي لا ما يصلحش. يجب أن تبحث عن خيار يعني يحافظ على كل هذه المعطيات أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي يعني نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة. نعم، بهذا وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا جزيلا لك السيد المهدي كشبور، وشكرا للسيد محمد مرغم. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة الحلقة، وإلى اللقاء.